أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول عندها مس من الجن وهو يؤثر عليها وعلى خشوعها في الصلاة وتدبرها لقراءة القرآن، فهل تأثم على عدم خشوعها في الصلاة؟ لا، ما تأثم. خشوع في الصلاة ما هو من أركانها ولا من واجباتها ولا من شروطها. الخشوع هذا مكمل للصلاة إن حصل فهو لا شك أنه روح الصلاة، وإذا ما حصل الصلاة صحيحة إذا أديت بأركانها وشروطها وواجباتها فهي صحيحة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.